ويسعد لي اوقاتكم جميعا. وصفتنا اليوم قوارب الكوسة بحشوة الدجاج والذرة والمشروم، لذيذة جدا. انا متأكدة انها راح تعجب الاطفال قبل الكبار. احنا يمكن نعاني من الاطفال بحكاية الخضار، لكن ان شاء الله هالوصفة راح تنال على اعجابهم، لان فيها كريمة، هي شوية دسمة، نوعا ما دسمة، بس انها يعني مفيدة من ناحية الخضار اللي فيها، اللي هي الكوسة، وعندنا البروتين الدجاج. حنسويها بطريقة جدا سهلة وما تاخذ وقت، والاهم من كذا لذيذة. قبل كل شيء راح اقص الكوسة من النص على شكل قوارب، وبسلقها يعني ابو 5 دقائق بس تلين، وبعدين نبدا نحفرها عشان نبدا نحشيها بالحشوة هذه اللي هي دجاج وحمصة دجاج مع بصل وفلفل ملون وفطر، وكمان عندنا الذرة. شوف شلون قطعتها بهالشكل على شكل قوارب يعني انصاف. راح يعني اسلقها بمويه مغليه ابو 5 دقائق بس تلين عشان نحفر الوسط ونحشي. انا ما تنسرق الكوسه راح اسوي الحشوه الحين بحمص الدجاج مع ذره والمشروم، يعني شيء لذيذ من الاخر. شوفوا بعد ما تنسلق 5 دقائق 7 دقائق بالكثير سوينا على شكل قارب زي ما هي قاعد تسوي بسكينه صغيره، بعدين بالملعقه الصغيره تطلعون اللب. طبعا اللب هذا ما يضيع، نسوي منه متبل، متبل كوسه لذيذ لذيذ لذيذ. ببدا اسوي حشوه الدجاج كالعاده، بصمه بالحراره لان يبيض يتغير لونه، وبعدين نضيف له البصل والفلفل والثوم والبهارات. نضيف البصل ونحمسه مع الدجاج زين، نضيف الفلفل الملون، إذا ما توفر الملون ممكن تكتفون بالأخضر. بعد ما ذبل البصل والفلفل راح أضيف ملعقة صغيرة ثوم مفروض، وحمسة لين تبدأ تطلع ريحة الثوم. بعد ما تطلع ريحة الثوم وتبخرون نبدأ نبهر الدجاج. بهار دجاج، بابريكا، زعتر بري، إذا حبيت بهارات إيطالية ما يمنع، ملح، فلفل أسود. وعندي هنا الفطر قطعته راح اضيفه للدجاج، كمان حنضيف الذرة طبعا حسب الرغبة. الدجاج عندي تقريبا خلاص، راح اضيف له شوي موزاريلا خلي الحشوة تمطط. طبعا حنحط كمان برضو بالقوارب موزاريلا، بس حلو اننا نضيف الجبنة في الحشوة. خلاص بس تذوب الجبنة بطفي النار. خلاص ذابت الجبنة والحشوة جهزت، بطفي النار ونبدأ نحشي قوارب الكوسة. شفتوا أسهل من كذا؟ نبدأ نحشي بهالشكل. وأجيب صينية الفرن وبحط بقاع صينية صوص مكرونة، أي صوص طماطم. الصينية جاهزة انها تدخل الفرن، رشيت على الوجه بهارات ايطالية تعطيها نكهة مرة حلوة. بدخل الحرارة من تحت بس تذوب الجبنة، وبعدين نحمر الوجه. هي كل شيء جاهز فيها، بس عملية تسخين وتحمير. وهذه الصينية ما شاء الله قربت تتخلص. خلاص اذا حبيتوا تحمرون الوجه حمروا، واذا ما حبيتوا برضو كذا يم يمي. وهذه قوارب الكوسة بعد ما طلعت من الفرن، ريحتها تشق الخشم، لا تفوتكم، جدا سهلة ولذيذة.